عندكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أطلقت وزارة البترول استراتيجية طموحة اعتبارا من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتأمين هذه المنتجات الحيوية محليا وتقليل الاستيراد. وتعمل الوزارة حاليا في تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات تبلغ حوالي 7,500,000,000 دولار سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعا، ومن أهمها مشروع توسعات مصفات تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع إنتاج السولار بأسيوط، كما يتم حاليا الإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات تقدر ب 1,400,000,000 دولار تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة في إدكو بالبحيرة ومجمعي إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته بمدينة العالمين الجديدة. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصول الحوض العائم فخر القناة لترسانة بورسعيد البحرية بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب في عملية عبور خاصة قادما من كوريا الجنوبية. أكد رئيس الهيئة أن الحوض العائم فخر القناة يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجالات إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة في ظل استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة تعتمد على تطوير منظومة الإصلاحات الخارجية واستغلال الموقع المتميز لترسانة في مدخل القناة الشمالية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها الرسمية، لكنها سجلت رابع خسارة فصلية على التوالي، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.8% إلى 74.09 دولار، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 70.64 دولار للبرميل، كما صعدت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 1.4% لتصل إلى $2.44 للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.59% لتسجل $2.08 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سددت الأرجنتين مبلغ يقدر ب 2,700,000,000 دولار لصندوق النقد الدولي في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني من أجل الحفاظ على احتياطاتها عقب اتفاقية تبادل العملات مع بكين. أكدت المتحدثة باسم صندوق جولي كوزاك في بيان أن سلطات الأرجنتين تفي بالمتطلبات المالية تجاه الصندوق، وتوصلت الأرجنتين العام الماضي لاتفاق مع صندوق النقد على إعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار منح في 2018. تعاني الأرجنتين من نسبة تضخم فاقت 100% على أساس سنوي، ومن نقص حاد في العملات الأجنبية، ومستوى فقر بنحو 40%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وليلى لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك.